إذا عندي هون أنا rotational mechanical load. الآن نشوف الموديل تبع الروتيشنال ميكانيكال لود. احنا اللود لحد الان كان عندنا فيسكس فريكشن، فاللود اللي كنا بانينه لحد هاي اللحظه كان عندي 1 على اي. بعدين عملنا هون انتجريشن، صار عندي هون اوميجا، عندي هون الفا، اخذنا اوميجا هون ضربناها في بي، وبعدين طرحنا هذا راح نسميه الالكترومغناطيك تور تي اي ام، يعني هذا الالكترومغناطيك تور اللي متوفر من المحرك. النتيجه اللي طلعت معي هون عملت لها انتجريشن. هلا زي ما تطلع خليني اشيل الغي شوي الغي الجيرنج للحظه وبعدين بنكمل. صار عندي الان هلا هذا المحرك عماله بياثر على السيستم، هلا بدي اضيف اثر الاوت اوف بالانس ماسز اللي موجوده هون. هلا لاحظوا اي شو بدها تساوي؟ ايش علاقتها هون؟ ام1 وام2 مضبوط؟ واي. اذا عندي هون راح تكون اي بتساوي ام1 بلس ام2 زائد ام2 دي اس سكوير على 2 تربيع. اذا عندي جير بوكس راح احطه هلا هون تربيع، بس هلا في الحاله هاي ما عنديش، وعندي هون ايتا تكون هاي مضبوط؟ هذول كلهم ريفير تو ذا هاي سبيد شافت الموجود هون. إذا هذول راح يعطوني inertia equivalent، وإذا في عندي كمان I shift تبعت اللي موجودة هون كمان راح تصير على RG تربيع وعلى إيتا. هلا هذا ممكن كله أعمله بالسيم ميكانكس كمان. يعني مو أنا هون ما عملتوش بالسيم ميكانكس، أنا عامله بالسيمولينج. وانا فاهم هون التفاصيل اللي موجوده وحولتها هذه هون، بس انا كان ممكن هذا اعمله كمان بالسيم ميكانكس وتعمل روتيشنال. وهذا مين اللي كان بيشتغلوا عليه بالكاد انتم؟ اللي بيشتغلوا عليه بالكاد ديزاين، هذا ممكن كمان اعمله قبليه بالسيم ميكانكس واحط الديجريز، احط الروتيشنال اكسس هون. هلا في شيء ثاني كمان راح ينطرح عندي اللي هو اوت اوف بالانس تور، اللي هو راح يكون عندي لاحظوا هون هلا تي تبع الماسز بيساوي M1 minus M2 مضروب في G مضروب في DS على 2. هذا راح يعطيني التورك هون مضبوط. هلا هذا التورك راح اقسمه على RG، راح اقسمه على مضبوط. هذا راح يدخل معي طبعا. هذا كمان في له دايركشن، الدايركشن اللي بتحرك فيه اني عم بطلع وعم بنزل. يعني لاحظوا اذا كان اذا انا بدي اطلع السيستم بدي احرك السيستم بهذا الاتجاه، هذا التورك راح يكون ضدي. لكن اذا كمل بدي انزل راح يصير هذا التورك معي. ففي عندي هون ساين، بدنا نفكر بهاي الساين بعدين عشان نشتغل عليها برودكت. انت مش ديفولت، انت لما طرحت الماس من بعض انت حطيت الاشاره. اه بس بيعتمد على حركة الإشارة اللي بدي أطلع وبدي أنزل حسب السبيد تبعتي. يعني إذا أنت بدك تطلع السيستم رح تصير هاي الماس ضدك. وهي معك. وهي الماس معك. إذا بدك تنزل بتصير هذه الماس معك وهي الماس ضدك، فبنضرب كله في ماينس. مش هي الماينس اللي دخلنا عليها في السمر، سميتر. هذا من هون. تمام. هلا هاي إيش فرضت؟ تمام. هاي فرضت إنه هذا طالع طلوع. فأنا بدي أغير هاي الإشارة أضربها في ماينس إذا كانوا نازل نزول. يعني في عندي راح يصير في فاريبل هلا، وفي عندي برودكت هون راح يصير بناء على الاوميجا اتجاه تمام الساين هاي بلس هون ضرب مش هيك البرودكت.
نسميها direction. رح يكون في variable اسمه direction واللي هو بيساوي plus one for up minus one. بعدين هاي رح يصير فيها. كل فاهم هاي فكرتها؟ إذا أنا بدي أطلع هذا السيستم مين الماس اللي بدي أتغلب عليها؟ M1 و M2 رح تكون تساعدني. إذا بدي أنزل السيستم يكون M1 بتساعدني و M2 بتعارضني. فإذا حسب الدايركشن اللي بشتغل عليه رح تصير هذه بلس 1 وماينس 1 ورح تنضرب هون في هذا السيستم اللي هون. هاي رح تحل المشكلة. هلا الدايركشن بقدر أنا أطلع ساين من فيريبل، آخذ فيريبل اللي هي أوميجا، اللي هي أوميجا الحركة اللي هي السيت فاليو، الفاليو اللي أنا بدي أحركه اللي بدي أمشي فيه، الدايركشن اللي بدي امشي فيه. اذا صار عندنا هلا هذا بي، هلا بي رح يكون معطى معي، بده يكون معطى معي بفاليو معين اذا في فيسكس فريكشن في السيستم، واي رح تيجي من هون. اذا عندي هذا هون تي ام رح يدخل هون تي 1 على ام. نقدر الان نبني هذا